واش عرف عمي السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. خوت في الفيلم هذا بغيتكم تكون سونطراو معايا مزيان وضربوا لي داك ليزيكوتور في ودنيكم حيت صراحه الله الفيلم في التالي ديالو صدمني ديال بصح وانا متاكد بلي غادي يصدمكم حتى نتوما. القصه ديال الفيلم ديالنا غادي تبدا مع هذا المحامي اللي غادي يكون كيحل واحد الوصيه ديال هذا الدري سميتو سيمون مروان واختو سميتها جان مروان. غادي يجبد لهم الوصيه ديال امهم باش غادي ينفذوها. امهم اللي ماتت كان سميتها نوال. في الوصيه كانت كاتبه الفلوس ديالها كامله غادي يقسمها سيمون واختو جان. في الوصيه اللي كانت كاتبه لهم قالت لهم خصهم يدفنوها ويدفنوها بلا صندوق وحتى الوجه ديالها خصو يكون في الارض وحتى في القبر ديالها ما يكتبوا لا سميتها لا حتى شي حاجه. في الوصيه نوال كانت كاتبه لبنتها باللي راه خلات لها واحد البرا وخصها تقلب على بوها وتعطيها له. وحتى سيمون كانت كاتبه له في الوصيه باللي خصو يقلب على خوه ويعطيه واحد البرا حتى هو. وقالت لولادها ملي غادي ينفذوا الوصيه ديالها غادي يقدروا يجيو للقبر ديالها ويكتبوا سميتها فيه. المحامي غادي يعطي البنت داك البرا وغادي يعطيها الباسبور والسلسله ديال امها. خوها سيمون غادي يعترض على هاد الوصيه ديال امه غادي يطلع له الدم وخرج بحالاته. جان من بعد غادي تخرج عنده وقالت له بلي راني قررت باش غادي ننفذ الوصيه ديال امي وغادي نقلب على بو غادي نعطيها هاد البرا هادي. جان من بعد غادي تكون جالسه مع الدكتور اللي كتخدم هي وياه وبقات كتهضر له على الوصيه ديال امه. الدكتور غادي يشجعها باش غادي تنفذ الوصيه ديال امه. جان قالت له بلي امها كانت كتهضر على واحد القريه صغيره جات فواحد البلاصه سميتها منطقه فؤاد. قالت له كيبان لي غادي يمشي لتما كان وغادي نسول عليه. الدكتور هذا غادي يعطيها السميه ديال واحد الاستاذ كان كيقري امها في الجامعه وسميته سعيد حيدر. قال لها لقيتي راه غادي يقدر يعاونك مزيان. وهنايا غادي يرجعوا للماضي ملي كانت جان في لابيسين يومها وكانوا كيعوموا. واحد اللحظه امها غادي تصدم ومبقاتش كتهضر كاع. في البلاصه غادي يديوها للطبيب دوزت واحد المده قصيره وماتت. غادي نبقاو في الماضي وهنايا غادي تبان اول ملي كانت مازال صغيره كانت هاربه هي والصات ديالها. خوها ملي شافها غادي تعرض لها وما خلاهاش تمشي. من بعد غادي يجبد الفردي وغادي يقتل لها الصات ديالها قدامها وداها للدار وحبسها. من بعد ناول غادي تدخل في اكتئاب ومبقاتش كتبغي تاكل كاع. امها كانت ديما كتجي عندها وكتحاول تخفف عليها شويه. المفاجاه هي ملي غادي يعرفوا بلي ناول كانت حامله. النهار اللي ولدت ناول امها غادي تشد ولدها الصغير وغادي توشم له واحد ثلاثه ديال النقطات في رجله. من بعد غادي تجي عندها واحد البنت وعطاتها الولد الصغير باش دير الخيريه. غادي نرجع للحاضر وهنايا غادي تبان جان مشات لذاك الجامعه اللي كانت كتقرا فيها امها وغادي تلاقى مع داك خونا اللي سميتو سعيد حيدر. ولكن هاد خونا هذا حيدر ما غادي يفيدها بوالو لحقاش الوقيته اللي كانت كتقرا فيها امها هو كان مسافر وما كانش هنايا. جان غادي تخرج من عنده وغادي تشيل المكتب ديال الموظفين وعطاتهم التصويره ديال امها باش تشوف واش كاين شي واحد فيهم هنا كيعرفها. واحد من الموظفين غادي يشوف التصويره وغادي يعرف البلاصه اللي تصورت فيها امها. هاد البلاصه هادي واحد الحبس كاين في الجنوب ديال البلاد. غادي نرجعوا للماضي وهنايا ناول غادي تبان في الجامعه. غادي تكون واحد الحرب اهليه الجامعات والمدارس غادي يسدوا. ناول من بعد قررت باش غادي تقلب على ولدها. غادي تعرف بلي المدينه كامله فيها جوج خيريات وخصها تقلب فيهم. ناول غادي تدوز الحدود وكانت كتقول لهم بلي راه كتقلب على راجلها. غادي توصل داك الخيريه ولكن ما وصلت غادي تتفاجئ بلي داك الخيريه فيها غير البنات. الاولاد اللي كانوا في الخيريه هادي داوم واحد الخيريه واحده اخرى. مشات لذاك الخيريه وبقات كتقلب وملي وصلت تما كاين غادي تتفاجئ عاوتاني ما غاديش تلقى داك الخيريه حيت بسبب الحرب اللي كانت داك الخيريه قصفوها. فهاد الحده هادي ناول تصدمت وبقات كتبكي. سولت واحد الراجل وقالت له فين هما الدراري الصغار اللي كانوا هنايا. داك الراجل غادي يقول الناس ديال المدينه خداو داك الدراري الصغار اللي كانوا هنايا وداهم واحد المخيم سميتو مخيم درس. ناول كانت خايفه الا مشي يكون ولدها مات. تمت غادي في الطريق وغادي تلقى واحد الكار وداك الكار كان غادي لذاك المخيم النيت. غادي تركب ومشات معاهم. ملي كانوا غاديين في الطريق الميليشيات المسيحيين غادي تعرضوا لهم وغادي يهبطوا الشيفور وغادي يقتلوا قدامهم حيت الشيفور ديال هذا الكار هذا مسلم. من بعد غادي يبقاو يتيروا في الناس اللي كاينين في الكار وغادي يقتلوا النص الكبير فيهم. ناول ملي شافت القضيه قاصحه غادي تجبد الصليب ديالها وقالت لهم بلي راه انا مسيحيه. غادي يجي واحد فيهم باش غادي يخرجها من هنايا. ناول غادي تبان لها واحد البنت صغيره وعرفت بلي هاد المسيحيين هادو غادي يقتلوها غادي يقتلوا حتى امها. هضرات مع امها وقالت لها خليني ندي بنتك باش ما تموتش. من بعد هاد المسيحيين غادي يبقاو يقتلوا الناس اللي كاينين في الكار والبنت الصغيره ملي غاوتت غادي يعرفوها ماشي بنت ناول وغادي يشدوها وغادي يحرقوها قدامها. ناول تصدمت وطاحت الارض وغادي يرجعوا للحاضر وغادي تبان هنايا جان. جان غادي تكون راكبه في واحد الكار وغادي كتقلب على شي دليل صغير باش يوصلها لبوها. جان غادي تمشي لذاك القريه اللي كانت ساكنه فيها امها وبقات كتسولهم وكتعطيهم التصاور ديال امها باش تشوف واش كاين شي واحد كيعرفها. هادشي باني هذا غادي يصيفطها لواحد الدار ديال واحد المراه سميتها سوها وقال لها سوليها تقدر تعرف امك. ملي جان مشات عندهم بقات كتهضر معاهم. هاد العيالات غادي يقولوا لها بلي امك دارت واحد الفضيحه هنايا وشوهت العائله ديالها. غادي نرجعوا عاوتاني للماضي وغادي تبان ناول مكمله في الرحله ديالها باش غادي تقلب على ولدها. ناول غادي تمشي لذاك المخيم اللي قالوا لها يقدر ولدها يكون فيه. ملي مشات تما كاين غادي تلقى داك المخيم كامل شاعله فيه العافيه وداك المسيحيين هما اللي حرقوه. ناول فقدت الامل وقالت صافي يقدروا يكونوا قتلوا لي ولدي هنايا. هنايا ناول غادي تاخذ واحد القرار باش غادي تنتقم من هاد المسيحيين وغادي تقتلهم الرئيس ديالهم. غادي تمشي لعند داك الاعداء ديال المسيحيين وغادي تقرر باش غادي تتعاون معاهم وقالت لهم بلي انا غادي نقتلكم الرئيس ديالهم. غادي يقدروا يعاونوها ودخلوا هاد الدار ديال القائد ديال المسيحيين ودخلت بحال شي استاذه ديال الفرونسي باش غادي تقري له ولده. دوزت واحد المده وهي كتقري له ولده حتى لواحد الليله غادي يجيها واحد الاتصال وقالوا لها صافي بلي تقدري تنفذي المهمه ديالك دابا. وفعلا داكشي اللي غادي دير ناول لغد لهنا ولا غادي تجبد الفردي ديالها. وقفت انفاس قدام داك الرئيس ديالهم وقتلاته. في
البلاصه غادي يشدو نوال والدوال الحبس وغادي يرجعوا للحاضر عاوتاني مع بنتها جان. مشات لذاك المنطقه اللي فيها الحبس اللي كانت موا فيه وملي وصلت لتما كاين غادي تلقى داك الحبس مسدود بسبب داك الكوارث اللي كانوا كيوقعوا في الحبس هذا سدوه. من بعد غادي تمشي عند الغارديان ديال الحبس وبقات كتسولو وعطاتو التصويره ديال ما هاد خونا غادي يعرفها وقال لها ديال المحبسيه اللي قتلت الرئيس ديال المسيحيين. ملي قتلاتو شدوه وعطاوها 15 عام ديال الحبس. قال لها في الحبس كانوا كيعذبوها بزاف وكانوا بغين يكسروها ولكن هي كانت صامده معاهم حتى غادي يجيبوا لها واحد خونا سميتو ابو طارق. وهذا ابو طارق اختصاصي في التحقيق. قال لها بقى كيعذبها وكيتعدى عليها حتى حملت منه. قال لها بقات في الحبس تما كاين حتى ولدت ومن بعد غادي يطلقوها مشات بحالاتها. من بعد جان غادي تسولو قلت له واش عرفتي الدري اللي ولدت امي؟ هاد الحارس هذا قال لها لا ما عرفتوش لحقاش داك الطبيب اللي ولد امك مات ولكني كنعرف داك الفرمليه اللي كانت معاه وعطاها السميه ديالها وسميتها ميكا. من بعد غادي يعطيها العنوان ديال داك الفرمليه. جان غادي تخرج على برا وغادي تعيط لخوها وبقات كتعاود له على هادشي اللي داز على ما وكانت كتبكي. قالت له بلي منى دوزوها عليها في الحبس وتعدوا عليها بزاف ديال المرات وهنا غادي يرجعوا للماضي. غادي تبان اول ملي كانت في الحبس وغادي يجي عند هذا ابو طارق هو اللي تعدى عليها ومشى عاوتاني بحالاته. سيمون غادي يتاثر بالهضره اللي قالت له اخته غادي يعيط له وقال لها صافي غادي نجي عندك وغادي نحاول نقلب انا وياك على بوانا. سيمون كان مسافر باش غادي يمشي عند اخته وكان داي معاه المحامي والمساعد ديالو. سيمون ملي غادي يوصل عند اخته جان غادي تفاجئ بلي خوها سيمون جا عنده وقال لها صافي غير وقفي بلا ما تبقى تقلبي على بوانا. جان قالت له لا ما غاديش نوقف وغادي نقلب عليه وراني قيت العنوان ديال الفرمليه اللي ولدت امي وغادي نمشي لعندها. مشاو للطبيب عند داك الفرمليه اللي غادي تكون مريضه بقاو كيهضروا معاه وقالوا له واش كتعرفي ناول الفرمليه؟ قالت لهم اه كنعرفها مزيان انا هي اللي ولدتها وانا هي اللي ربيت ولادها حتى كبروا شويه. قالت لهم بقيت شاده ولادها حتى خرجت ناول من الحبس وملي خرجت من الحبس عطيتها ولادها. قالت لهم بلي ناول ما ولدتش ولد واحد ولدت توام. جان وسيمون غادي تصدموا في هذه اللحظه هذه ملي قالت لهم راه ولدت توام حيت هما اللي تولدوا في الحبس. المحامي غادي يبقى يهضر مع المساعد ديالو قال له خصنا نقلبوا على خوهم وباهم. المساعد ديال المحامي قال له ما تخونا اللي سميتو ابو طارق ما لقيت حتى شي شهاده ديال الوفاه ديالو بحال وليكم بدل السميه ديالو وسافر على برا. قال لهم بالنسبه لخوكم الاول اللي ولدت امكم كانت شاده واحد البنت سميتها إلهام وهي اللي كانت مقابله في الخيريه وهذا الشيء هذا وقع في 1970 وهذاك خوكم الاول سميتو نهاد وهذاك الخيريه اللي كانت فيها تدمرت كاين واحد خونا سميتو شمس الدين هو اللي يقدر يعاونكم حيت هو اللي عارف الدراري اللي كانوا في ذاك الخيريه فين مشاو. سيمون والمحامين غادي يمشيو لذاك المخيم ديال اللاجئين باش غادي يسول على خوه نهاد. الخبر غادي يوصل عند القائد شمس الدين اللي غادي يعيط لصاحبنا سيمون قال له بغيت نتلاقى بك. سيمون ملي غادي يمشي للدار غادي يجيو عند واحد الجوج وهادو خدامين مع القائد شمس الدين. جاو عنده قالوا له غادي نديوك باش غادي تلاقى معاه وغمدوا له عينه حتى غادي يديوه لعنده. سيمون ملي غادي يوصل عند شمس الدين قال له بغيت نعرف فين كاين خويا وهنا غادي يبان شمس الدين اللي غادي يكون هو الممثل الكبير ديالنا الممثل المغربي محمد مجدي يرحمه ويرحم جميع المسلمين. القائد شمس الدين غادي يقول لصاحبنا سيمون باللي هو هجم على واحد القريه مسيحيه في كفر الدين وملي شبكت قرطاس خديت داك الدراري اللي كانوا في الخيريه كاملين باش ما يموتوش خديت داك الدراري كبرتهم ودربتهم وكان خوك نهاد واحد من المتفوقين وكان ديما كيقلب على امه. قال له واحد النهار شدوا خوك نهاد وداوه لواحد الحبس داك الحبس كان سميتو كفر الرياض داوه تما كاين باش يخدم بقى خدام تما كاين مده طويله كان كيحقق مع المحبسيه وفي نفس الوقت كان جلاد وكيجلدهم. سيمون ملي غادي يسالي الهضره مع الممثل الكبير ديالنا غادي يرجع للدار وغادي يتلاقى مع اخته. سيمون بقى كيهضر مع اخته وقال لها 1+1 كتساوي 2 وميمكنش 1+1 تساوي 1. اخته في هذه اللحظه هذه ما فهمت والو ولكن اللي قال لها في الحاله ديالنا 1+1 تساوي 1 هنايا في هذه اللحظه هذه عرفت الحقيقه وتصدمت. دابا غادي نرجعوا بالزمن شويه للور باش احنا غادي نعرفوا شنو واقع. غادي تبان لهم ناول ملي كانت في لابيسين ملي كانت كتعوم غادي يبان لها واحد الدري ملي قربت حدا شافت له في رجله غادي تلقى عنده واحد الوشمه وداك الوشمه فيها ثلاثه ديال النقاط نفس الوشمه اللي عند ولدها. ناول في هذه اللحظه هذه في البلاصه غادي يطلع من لابيسين ومشات عند الدري هذا وملي قربت حدا شاف فيها تصدمت وبقات غير كتشوف وما قدرتش تهضر. مشات جلست وجاتها صدمه وهذه هي اللقطه اللي شفنا باش بنتها جات لعندها وبقات كتهضر معاها وما جاوبتهاش وداتها للطبيب ومن بعد ماتت. وهنا غادي نعرفوا باللي نهاد خوهم قبل ما يدخل الحبس بدل سميتو ولا سميتو ابو طارق هو اللي كان كيعذب امه ما عارفش وفي نفس الوقت هو اللي اغتصبها وحملت منه حتى هي ما كانتش عارفه وما كانت عندها حتى شي فكره باللي هذا اللي كيعذبها راه ولدها. ملي كان خوها سيمون كيهضر مع الممثل الكبير ديالنا محمد مجد قال له باللي خوكم اللي كتقلبوا عليه اللي سميتو نهاد هو ابو طارق بدل سميتو ملي دخل يخدم في الحبس وقال له حاليا دابا هو راه عايش في كندا بحال الباسبور مزور. سيمون وجان غادي يتصدموا ملي غادي يعرفوا الحقيقه خوهم اللي كيقلبوا عليه تصابوا باهم خوهم باهم في نفس الوقت. سيمون غادي ياخذ العنوان ديالو وغادي يمشي هو وخته باش غادي يتلاقاو معاه. ملي وقفوا بقاو كيشوفوا فيه وغادي يعطيوه واحد البره وهذيك البره مو كانت مخليها له ني هاد اللي سميتو ابو طارق دابا غادي يشد داك البره وملي مشى بقى كيقرا غادي يلقى ناول كتبالو باللي انا دابا حاليا كنهضر مع ولدي ماشي الجلاد اللي جلدني وتعدى عليا. قلت له هاد الدري والبنت اللي عطاوك هاد الرساله وهما ولادك وفي نفس الوقت خوتك
انت ما كتعرفهمش ولكن هما قدروا يوصلوا للحقيقه وعرفوك. قلت له انا متاكده من الهضره اللي كنقول وعرفتك من داك ثلاثه النقاط الوشمه اللي عندك في رجليك. فالتالي كتبت له قلت له بلي راني كنبغيك وسنس على البرا وكان مكتوب فيها نوال سجينه رقم 72. ابو طارق غادي تصدم وهنا هي الوصيه الاولى ديال نوال غادي تكون كملت. وهكا غادي يقدروا يكتبوا السميه ديال امهم في القبر ديالها وغادي يرجعوا عند المحامي وغادي يقولوا له صافي نفذنا الوصيه ديال منى. المحامي غادي يعطيهم واحد البرا ملي حلوها بقاو كيقراو. امهم كتبان لهم قالت لهم بلي خوكم تولد عن طريق حب وانتم تولدتوا عن طريق رعب. وفالتالي كتبت لهم اخيرا بعد عناء طويل غادي نقدر نرتاح في القبر ديالي دابا. وفالتالي ديال الفيلم غادي يبان صاحبنا ابو طارق كان واقف قدام القبر ديال امه وفي القبر ديال امه غادي تكون مكتوبه السميه ديالها. ابو طارق غادي يكون حزين ومدمر بسبب هادشي اللي وقع لامه بسبب الغلطه اللي دار ولكن هو ما كان عارف حتى شي حاجه. وهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيلم ديالنا. الا بغيتي تدعم المحتوى دير شي لايك وبارطاجي الفيديو مع اصحابك وبطبيعه الحال بغيتي تابونا معنا في اليوتيوب دخل اليوتيوب وكتب بن ميلود وغادي نطلع لك انا الاول. تشوفوا فيديو جيت الله. السلام عليكم.